أعزائي المشاهدين، مساء الخير وحلقة جديدة وبرنامجكم الأسبوعي تثبيت الإيمان وكوبتكسات. النهاردة طبعا نحب نفكركم المرات اللي فاتت إن احنا اتكلمنا عن أهمية الإيمان وإيه هو الإيمان، واتكلمنا كمان عن كيف نقوي إيماننا وإيه هي الأسباب اللي بتضعف إيماننا. النهاردة هنتكلم على حاجة برضو طبعا للإيمان، الاختبار الإيمان العملي. وطبعا زي ما قال القديس العظيم بولس الرسول في كورنثوس الثانية 13:5، جربوا أنفسكم هل أنتم من الإيمان، امتحنوا أنفسكم. فإحنا النهاردة عايزين نختبر إيماننا، نمتحن إيماننا ونشوف إذا كان إيماننا دوت فعلا إيمان عملي، إيمان فعلي. هو ده الإيمان اللي إحنا أي حد بيشوفنا كده بيمجد أبانا الذي في السماوات. طبعا الإيمان دوت بيبقى له ثمار كتيرة جدا، وهنعرف النهاردة مع قدس أبونا يوحنا كيف نختبر إيماننا. طبعا في حاجات كتيرة قوي، إيمان عامل بالمحبة، اختبار الإيمان بالأعمال، وحاجات كتيرة قوي هنقولها مع قدس أبونا. ومساء الخير يا قدس أبونا. أول حاجة يا قدس أبونا، في اختبار إزاي أختبر إيماني، وإزاي أعرف فعلا إن أنا لما أتعامل مع أي حد أعرف إن هذا الإنسان فعلا مؤمن، وأنا كمان أختبر نفسي إذا كنت أنا مؤمنة ولا لأ، إزاي أعرف الحاجات دي؟ طبعا زي ما قلت حضرتك إنه الإيمان اللي هو الحقيقي اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، مش إني يعني أعرف أو أعترف باسم الرب يسوع، لكن هو الإيمان اللي بيشوفه الناس ويشوفه ثماره وبهذا يتمجد الآب الذي في السماوات، زي ما قال يروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات. طبعا في كذا نقطة بقدر أختبر بها إيماني وأشوف إذا كان إيماني قوي أو ضعيف، إيماني له ثمار أم ليس له. طبعا 9 نقط هنقول أول نقطة فيهم الإيمان العامل بالمحبة، ده اللي مقصود، يعني ده الإيمان اللي احنا بندور عليه، العامل بالمحبة زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطيا إصحاح 5:6. فأنا أختبر أول حاجة إيماني بمحبتي، بمدى محبتي. يبقى أول نقطة إن أنا أختبر الإيمان بمدى محبتي. طبعا كلنا عارفين إصحاح المحبة اللي هو كورنثوس الأولى 13، معلمنا بولس الرسول المحبة تتأنى، المحبة ترفق. فالمحبة تتأنى وترفق، لا تحسد، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، لا تحتد، لا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. إذا كان عندي هذه النوعية من المحبة، خلينا نرجع كده لكورنثوس الأولى 13، وإذا كان عندي المحبة بهذه المواصفات فده دليل قوي جدا على أن إيماني سليم، إيماني قوي وإيماني سليم. وبهذه المحبة نقدر اختبر إيماني زي ما قال معلمنا بولس الرسول برضو في كورنثوس الأولى 13:2، إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليست لي محبة فلست شيئا. يبقى حتى إذا كان لي الإيمان إن أنا أنقل كل الجبال ولكن ما عنديش محبة، يبقى ولا حاجة ولا حاجة. فدي النقطة الأولى، إن هو إن أنا أختبر الإيمان بتاعي بالمحبة وبمواصفاتها اللي احنا كلنا عارفينها في كورنثوس الأولى 13. طب تاني حاجة بقى تصابونا، تاني حاجة الأعمال أقدر أختبر بيها الإيمان. زي ما قال معلمنا يعقوب الرسول، قال وأنا أريك بأعمالي إيمان. أنت بتقول لك إيمان، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا بأعمالي أريك إيماني. يعني أنت بتقول أنا مؤمن وتبرين الدليل. يعني باختصار يا قدس أبونا مفيش داعي للكلام، يعني اعمل واشتغل وعملك هو اللي هيبين. ما هو يعني أحيانا بيكون تسكين للضمير، أوكي أنا أؤمن وبعترف باسم الرب يسوع، بس تيجي عند العمل وما تلاقيش. سهلة ان انا اقول ان انا اعترف. ان كنت بتقول يعني المسيح موجود، تم الشياطين تؤمن وتكشعر، طب يبقى انا ايه الفضل عن الشياطين؟ فاذا الشياطين يؤمنوا ولكن
الأعمال بتاعتهم ضد الإيمان، يعني ما بتعبر عن فساد الفكر عندهم والقلب المليان بكل حقد وكل غل وكل حسد وكل غيرة وكل الكلام ده كله، كل الشر بيبقى موجود فيهم، ولكن بالرغم من كده بيؤمنوا، يؤمنوا ان المسيح هو الديان العادل ويؤمنوا كده زي ما شرحنا قبل كده في اشياء اخرى. لكن هنا بتكلم على الانسان المؤمن اللي هو مش بيعترف بلسانه فقط، ان يؤمن بلسانه فقط ان المسيح هو رب، ان المسيح هو رب. لا، احنا بنتكلم هنا عن الايمان الفعلي، الايمان الحقيقي اللي هو العمل بالمحبه، وان المحبه بتكشف عن ايماني. طبعا الشياطين ما عندهمش محبه، فده دليل قوي انه ما عندهمش ايمان، لكن هو ايمان نظري او ايمان معلوماتي. طبعا اختبار الايمان بالاعمال زي ما قلنا، معلمنا يعقوب الرسول بيقول ارني ايمانك بدون اعمالك، وأنا بأعمالي أريك إيماني، بأعمالي أريك إيماني. فاختبار الإيمان بتاعي بالأعمال، وهل الأعمال بتاعتي بقى ثمار هتبان، هل الإيمان بتاعي حي ولا ميت؟ يعني حاجة فيها حياة ولا فيها موت؟ زي ما قال معلمنا يعقوب الرسول في رسالته الثانية برضو، وده الإصحاح مهم جداً، ورسالة معلمنا يعقوب برضو بتوضح عملية الأعمال المصاحبة للإيمان بطريقة واضحة جدا. الإيمان بدون أعمال ميت، كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان بدون أعمال ميت. وبرضو قال في يعقوب الثانية، رسالة معلمنا يعقوب الإصحاح الثاني عدد 14، الإيمان الميت لا يقدر أن يخلص أحدا. يبقى الإيمان الميت اللي مفهوش حياة لا يقدر أن يخلص أحدا. طبعا معلمنا بولس الرسول اكتر واحد اتكلم عن اهميه الايمان، فبنلاحظ في رسالته الى تلميذه تيتوس في الاصحاح الاول وعدد 16، يعترفون بانهم يعرفون الله ولكنهم بالاعمال ينكرونه. يبقى هنا العلاقه ما بين الايمان والاعمال، بيعرفون الله ايمان ويعترفون ايمان ولكنهم بالاعمال ينكروا الكلام ده. في رسالته الأولى لتلميذه تيموثاوس في إصحاح 5 وعدد 8، الذي لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. يبقى اللي مهتمش بأهل بيته بخاصته ولا سيما أهل بيته فده أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. ده عمل، يعني ان انا بهتم باهل بيتي ده اهتمام، في عمل، في شغل، في تضحيه، في بذل، في عطاء، في محبه. فبالتالي اذا كنت انا ما بهتمش بخاصتي ولا سيما اهل بيتي فده معناته ان انا انكرت الايمان، فده شر من غير المؤمن. برضو في تيموثاوس الاولى في صح 5 عدد 12 اتكلم عن الارامل اللي هم رفضوا نذر البتوليه بتاعتهم، فيقول لنا ايه، الارامل اللائي رفضنا نظر البتوليه قد رفضنا الايمان الاول، قد رفضنا الايمان الاول. يبقى عمل اهو، انا في نظر البتوليه وبعدين سابت البتوليه وراحت اتجوزت مثلا، يبقى كده ده عمل اهو، ده عمل. فالعمل اللي انا عملته هنا ده بيبقى رفض للايمان الاول. يعني اتصابونا لسه في نقطتين تاني هقولهم وبعدين نكمل. في تيموثاوس الأولى برضو 16، اللي بيحبوا المال ده عمل، الذين يحبون المال قد ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ضلوا عن الإيمان، يبقى اللي بيحب المال، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يبقى ده ضلال عن الإيمان بسبب محبة المال، يبقى دي عمل أهو، أنا بحب المال فده عمل لا يتناسب تماما مع الإيمان. النقطة الأخيرة في رسالة بولس، في رسائل بولس الرسول يعني، برضو تيموثاوس الأولى لإصحاح 6 وعدد 21، برضو المهتمين بالكلام الباطل الدنس قد زاغوا من جهة الإيمان. يبقى اللي بيتكلم كلام
بطال وكلام دنس وكلام مش لائق زاغ من جهة الإيمان. فده نقطة الأعمال. يعني عامة يا أتصابونا أنت كده بتقول أن يعني السلوكيات بتاعت الإنسان، السلوكيات المختلفة دي بتبين إذا كان اختبار عملي لإيمانه ولا مش إيمانه، مش مؤمن. يعني مثلا الأرامل، اللي بيهتم بالمال، كل الحاجات دي سلوك الإنسان بيسلك يعني طبيعته كده، فإزاي يغيرها مثلا، ولا ده هيبقى سلوك عامة ممكن احنا كنا بنتكلم عن أهمية الإيمان عشان اللي في أعمل، النقطة يعني الأولانية. ممكن إنسان يغير اتجاهاته وأعماله. يا دي نقطة الإيمان، النقطة الأولانية ده بنتكلم عن الإيمان، أهمية الإيمان زي ما وضحها معلمنا بولس الرسول في النقطة اللي قبل كده. والسلوك سلوك الإنسان إنه ده برضه يكون اختبار للإيمان، ما ده اللي انا ده بقوله. حاجة اللي هو بيتكلم عنها بقى معلمنا يعقوب يوحنا الحبيب، قال من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. ده في يوحنا دي الأولى بتأكد. 2:4. فهنا سلوكيات الإنسان، الإنسان هنا بيقول أنا بعرف ربنا وبعدين السلوك بتاعي أنا ما بحفظش وصاياه، فده يبقى كذاب. من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك يسلك هو أيضا، في يوحنا الأولى 2:6. يبقى سلوكياتي تبقى زي سلوكيات السيد المسيح له كل المجد، يبقى نتبع خطواته ونقتفي أثاره. دي السلوكيات بتاع الإنسان ممكن تكون محك كبير جدا لأهمية الإيمان أو ضعف الإيمان أو قوة الإيمان حسب سلوكيات الإنسان. بصلوات قدسك نقدر نغير السلوكيات السلبية يعني، ونختبر إيماننا ده بعمل ربنا بعمل فينا. ربنا طبعا under guidance وكده. أنا متأكدة إن ممكن كل حد يعرف إن هو على الرايت تراك ولا لأ. طيب بعد كده اتصابونا إيه تاني؟ إيه تاني ممكن نختبر بيه إيماننا؟ النقطة الثالثة اللي يبقى قلنا دلوقتي إن المحبة. المحبة بمواصفاتها، لو عندي المحبة دي بمواصفاتها ده دليل قوي على إن إيماني مستقيم، إيماني صح. النقطة الثانية اختبار قلنا الإيمان الأعمال، بالأعمال، يبقى لو أنا عندي أعمال كويسة ده دليل قوي على إن أنا خدنا عندي إيمان كذا قوي حاجة. وإيمان مستقيم. النقطة الثالثة نقاوة القلب، نقاوة القلب ده دليل على إن أنا عندي إيمان. إزاي؟ يعني إنسان يؤمن ان الله قدامه، انا شايف الرب عن يميني فلا اتزعزع، جعلت الرب امامي في كل حين، زي ما بيقول معلمنا داود النبي في المزمور، جعلت الرب امامي في كل حين لكي لا اتزعزع. يبقى الانسان اللي يبقى شايف ربنا ما يتهزش وما يتزعزعش، والانسان اللي شايف ربنا امامه في كل حين، طبعا لو انا شايف ربنا ازاي هعمل خطيه؟ لو انا شايفه يبقى اكيد مش هعمل خطيه. عشان كده ده بيؤكد المعنى اللي كان قاله معلمنا يوحنا الحبيب، المولود من الله لا يخطئ بل لا يستطيع ان يخطئ. امتى ما يخطئش وامتى لا يستطيع ان يخطئ؟ لما يبقى شايف ربنا امامه كل حين، لما يكون شايف ربنا امامه في كل حين. فاللي بيؤمن بقى ان ربنا قدامه كل حين وان الله قدوس وبيجازي كل واحد حسب أعماله، كل دي حاجات إيمانيات أنا بؤمن بيها. هذا الإنسان يخاف بقى إن يغلط قدام ربنا، مش هيغلط قدام ربنا ما دام هو شايف ربنا كده قدامه، فمش هيغلط قدام ربنا. ويخاف برضو إن ربنا محب جدا يعني يهز نقطة أو يجرح قلب مشاعر أو قلب ربنا أو مشاعر ربنا ناحيته، فهو عشان بيحب ربنا وربنا بيحبه فما يحبش أبدا إن يجرح مشاعره. زي ما قال معلمنا يوحنا في رسالته الأولى إصحاح 3:6، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. ما عرفتوش يبقى ما بؤمنش بيه ما دام مش عارفه وما شفتوش. يبقى كل اللي بيخطئ يبقى لا شاف ربنا ولا عارف ربنا، فده دليل إن أنا مش حاسس بوجودي قدام ربنا. لكن لو حاسس إن أنا فعلا قدام ربنا مش ممكن هخطأ، مش ممكن هعمل ارتكب خطيه. برضو الانسان اللي بيظلم يبقى ما بيؤمنش ان الله يحكم للمظلومين، زي في مزمور 146 وفي عدد 7. يبقى الانسان اللي بيظلم ما عندوش ايمان. الانسان المتكبر ما بيحسش انه واقف قدام ربنا، لان انا مين انا اللي هقف قدام ربنا؟ يعني زي ما بيقول ابونا ابراهيم، شرعت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد.
يبقى القلب المنكسر لا تحتقره يا الله، القلب المنكسر لا يحتقره الله. فبالتالي الإنسان اللي متكبر يبقى مش حاسس بوجود ربنا، وإنه واقف قدام ربنا يبقى إيمان مفيش. الإنسان اللي بيحب المديح ويقبل المديح من الناس وكلام ده كله ما بيشعرش إنه هو قدام ربنا. زي هيرودس، الشعب خاطبه وقال له هذا صوت إله وليس صوت إنسان، فرح هو بالكلام ده وقبله، فبالتالي في ملجة وضربه بالدود ومات في أعمال الرسل 12 وعدد 21 ل 23. فالإنسان اللي بيقبل المديح ويفرح بيه ده دليل إنه ما عندوش إيمان وإنه مش واقف قدام ربنا. طبعا يختبر الإيمان برضو بعدة أشياء أخرى من ضمن اللي هي نقاوة القلب. اللي هي نقاوة القلب يعني ما فيش خطية في الإنسان، ما فيش شر جوه قلبه، فيختبر الإيمان الإنسان اللي يكون ما عندوش شر في قلبه، فيش خطية، فيش شهوات، فيش رغبات العالم، يعني عامة اشتهاء أمور العالم دي كلها بتفسد نقاوة القلب. طبعا اشتهاء الأمور بتاعت العالم طبعا، يعني فتبص تلاقي الإنسان اللي عنده زهد، تكبر، حب المديح، قدسك قلت ايه تاني، قدسك قلت حب المال، لا المال ده كان في اللي بيظلم، يبقى مش عارف ان ربنا يحكم للمظلومين، اللي كل ده بيفسد نقاوة القلب، اللي بيغلط طبعا بيعمل خطيه، اي خطيه ان كان. ساعات يتصابون، ما انا بركز على الحاجات دي لان ساعات الواحد بيتصرف الحاجات دي بس ما بيحسش ان هو يقول لك انا شايف ربنا، ربنا عن يميني، بس يبقى هو مضلل بقى او حاجه. فازاي انسان يفحص قلبه يبقى عارف ان ده قلب يعني نقي؟ لو انا بحب خطيه ما ده دليل ان انا بعيد عن الايمان. اهم حاجه ان انا الواحد يشوف ان بعيد هو عن الايمان. ما دي نقاوة القلب، يسمع صوت ربنا. انا بشوف نقاوة قلب بشوف نقاوة قلب. ولا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. فكل واحد بيبقى عارف نفسه وعارف إيه اللي بيعمله غلط وإيه اللي بيعمله كذا. أنا لو أنا عندي إيمان بوجود ربنا مش هغلط، لأن الرب أمامي في كل حين، يبقى مش هغلط، وبالتالي بيبقى عندي نقاوة قلب، يبقى عندي نقاوة قلب خالية من كل الشوائب ومن كل الشر ومن كل شبه الشر ومن كل الخطايا ومن كل الأدناس، كل هذه الأشياء اللي بتفسد نقاوة القلب بتاعت الإنسان. فطبعا الإيمان برضو بيختبر بمدى الزهد. لو أنا زاهد في الحياة، اللي هو الزهد اللي مش يعني اللي فيه فرح، فيه سلام، فيه محبة، مش واحد يأس يعني، لا يعني إنسان بيحب ربنا، فمن كتر محبته لربنا يزهد العالم وشهوات العالم ورغبات العالم الموجودة فيه. عدم اشتهاء برضو الأمور اللي في العالم، فده زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في فيليبي، والمؤمنون مكتفون بما هم فيه. زهد، أنا مكتفي باللي أنا فيه، مش متطلع لأشياء أكتر يعني. فتبص تلاقي هنا الإنسان بيبقى مكتفي بما هو فيه، مكتفي بما هو فيه، ده دليل إيمان قوي. الزهد ده دليل إن فيه إيمان قوي، لأن أنا مكتفي، زي ما بيقول خبزنا كفافنا، خلاص الخبز بتاعنا كفافنا يعني كفاية، يعني على قد ما دام في خبز، إن كان لنا قوت وقسوة فلنكتفي بهما. يبقى الإنسان اللي يدوك عنده الأكل واللبس اللي بيلبسه خلاص، مشكورك يا رب. من ضمن نقاوة القلب يا بنا؟ نعم، من ضمن نقاوة القلب. من ضمن نقاوة القلب يبقى الإنسان اللي عنده زهد ده بيبقى نتيجة علاقة قوية جدا ومحبة كبيرة جدا لربنا، فبالتالي بيبقى زاهد في أمور الحياة. طب نراجع مع قدسك الثلاث نقط تاني. اختبار الإيمان، لسه ما نسيناش في التيار. اختبار الإيمان بالمحبة، المحبة، اختبار الإيمان بالأعمال، وبالأعمال، واختبار الإيمان بالنقاوة القلب. بالنقاوة القلب، طيب كده ثلاثة بعد كده نكمل. نكمل النقطة الرابعة، المؤمن يختبر بقوة الإيمان. صعبة دي. يعني المؤمن اختبر إيماني بقوة إيماني. المؤمن أقدر عليه مؤمن لو في قوة إيمان. قوة إيمان اللي هو الإنسان اللي بيبان بقى في الضيقة، يؤمن إن كل شيء مستطاع للمؤمن. أوكي. فيش قدامه حاجة اسمها مستحيل، وده اختبار عملي حقيقي طبعا. فهنا ما فيش قدامه حاجة صعبة، ما فيش قدامه حاجة مستحيلة.
مش ممكن يصدق ان في حاجه ربنا ما يقدرش يعملها او يمكن ان يعملها. ما عندوش شك عند الاشياء اللي تبقى محتاجه معجزه من ربنا، ما عندوش شك فيها، لا هتحصل. ويقدر يقول مع معلمنا بولس الرسول في رسالته الى اهل فيلبي اصحاح 4 وعدد 13، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يبقى انا اقدر اعمل كل حاجه في المسيح اللي بيقويني. ففيش حاجه عنده اسمها صعوبه، دي قوه، دي قوه. فلما عندي قوه هذا الايمان يبقى ده دليل قوي جدا على ان انا عندي ايمان. الصعوبات والعقبات ما تهزوش، ما فيش حاجه اسمها ما فيش فايده. عشان كده تبص تلاقيه باستمرار عنده رجاء، عنده رجاء في عمل ربنا وفي قوه ربنا، وان ربنا يقدر يعمل معجزه وصدق المعجزه دي. ما عنديش حاجه اسمه حتى لو كانت مستحيله. بالنسبه لي ما بقاش في حاجه مستحيله. طب حلو قوي يا اتصابونا. يعني عندي سؤال بس عن حته المعجزه، وسام تايمز يعني الانسان لما بيتخلله روح الياس بتبقى غالبه بقى ساعه الشده والضيقه، وازاي نتغلب بقى على حته روح الياس دي، ان انا يبقى عندي قوه ايمان، لان الياس عكس قوه الايمان، يعني بفقد ايماني في لحظه او ايأس من حاجه اليأس معينه. ده دليل ان ما فيش ايمان. ما ازاي بقى نتخطاها بقى؟ يعني ما فيش ايمان لانه ضد الرجاء وضد الايمان اليأس. زي يهوذا يعني كان مع ربنا وتلميذ من تلامذة السيد المسيح، وكان امين للصندوق واختاره. يعني كان من المختارين يعني. يعني اختار رسل التلاميذ ال 12 وعين 70 اخرين من المختارين يعتبر، لكن اصيب بالياس، وده حاجه صعبه جدا. يعني الانسان يتحاشى عمليه ان يدخله روح الياس ده، زي ما حصل مع يهوذا اللي فقد رجائه وايمانه وشعر انه لا حل، مفيش حل. سلم السيد المسيح، خلاص الدنيا قفلت بالنسبه له، وقال مفيش حل. مع ان السيد المسيح كلم وقال كل من جدف على ابن الانسان تغفر له، ولما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. طب ايه بقى؟ ايه الفرق ما بين الابن وما بين الروح القدس؟ لا، هو اصلا المقصود ان انا لما اجي اجدف على ابن الانسان وجد في قلبي روح التوبه والرجوع، وبقول له انا رجعت لك يا رب، انا اسف، انا غلطت، سامحني، وما اعملش كده، واحاول يعني انا اروح لمين؟ الى من نذهب يا رب؟ وما الحياه الابديه عندك؟ واخد بالك؟ فكده هو انتصر على روح الياس، انتصر على روح الياس، وبقى عنده رجاء في المسيح، يبقى مقبول. يبقى ده لما ده يجي يجدف زي بطرس، لعن وجدف ولست اعرف الرجل، ولكن لما بص له السيد المسيح بكى بكاء مر فقبله. وزي ما بنشوف في انجيل يوحنا في اصحاح 21 بيقول له يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ ارعى غنمي. اتحبني اكثر من هؤلاء؟ ارعى خرافي. اتحبني؟ ارعى غنمي. يا رب انت تعلم اني احبك وانت تعرف كل شيء. فقبله وردوا الى رسوليته مره اخرى، بالرغم ان هو جدف وانكر السيد المسيح ثلاث مرات. لكن يهوذا هنا قال ما فيش حل، لكن بطرس شاف ان في حل، عشان كده كان عنده قوه ايمان. يعني عندنا مثالين ونتعلم منهم. بالظبط، بطرس الرسول كان عنده ايمان ان في حل. انا غلطت، لكن ليه حل؟ لكن نشوف يهوذا قال لك لا، ده ما فيش حل، راح رد الفلوس بالرغم انه يعني كل علامات التوبه كانت موجوده في موقف يهوذا، انه راح لرؤساء الكهنه قال انا اخطات اذ اسلمت لكم دما بريئا. يعني كان ممكن يرجع. خدوا الفضه بتاعتكم دي، قال لتكن فضتك معك للهلاك. طب اعمل ايه؟ انت ابصر. راح رامي الفضه ومشي وخرج شنق نفسه. فطبعا العلاج لليأس قوة إيمان. يبقى أنا يكون عندي قوة إيمان، لأن اليأس ضد الإيمان وضد الرجاء.
طبعا اللي بيفقد إيمانه برضه بحقيقة الحياة بعد الموت في الأبدية. طب أنت ليه ما فكرتش في حياتك بعد الأبدية؟ طب أنت خنقت يعني شنقت نفسك، طب وبعدين؟ يبقى إذا أنت لا تؤمن إن في حياة بعد الموت، حياة أبدية. وإلا أنت لو أنت عارف إن مصيرك الأبدي هيبقى مرعب كده، طب ليه أقدمت على هذه الخطوة؟ واخد بالك؟ فهنا ده مهم جدا، موقف يهوذا وموقف بطرس الرسول. اللي بيستسلم برضه للأمر الواقع أو الضغوط الخارجية ويخضع للخطية، يعني في ضغوط ضغطت عليه وعمل خطية ولم يؤمن إن مفيش قوة تقدر تنقذه من هذا الوضع وتنتشله، ده ضعف إيمان. لكن اللي لقى قوة الإيمان دي كانت موجودة عند القديس الأنبا موسى الأسود، كان عايش في عمق الخطية، في عمق الخطية، لكن وقفة مع النفس وقوة إيمان خلاص غيرته وحولته إلى الأنبا موسى الأسود، البطل العظيم اللي استشهد من أجل المسيح، وقوة توبة، كان قوة عنده إيمان. قوة إيمان طبعا عشان عارف إن في الله، بس مش عارف هو فين. أقوى من الخطية اللي بيعملها، في قوة أقوى من كان الخطية اللي بينده أنا قوة بعملها، على الله. الله. أقوى من الخطية اللي أنا بعملها. وبالتالي دي تبقى قوة إيمان تخلص الإنسان، دي قوة إيمان تخلص الإنسان. عشان كده الإنسان اوعى تقع في روح اليأس، ما تقولش مفيش حل، اوكي. مفيش حاجة اسمها مفيش حل، لا، الله يقدر يعمل كل حاجة، الله يقدر يخلص، الله يقدر ينجي، الله يقدر يعمل بالقليل وبالكثير، ربنا بيقدر يعمل كل حاجة. برضو الإيمان في الصليب مثلا، قوة الصليب، في ناس ممكن يرشم الصليب ويتكلم عن الصليب لكن ما يؤمنش بقوة الصليب، بقوة الصليب. ما يؤمنش بقوة عمله ولا بفعاليته. في ناس بتعمل كده بالظبط، بيفكرنا بالعهد القديم بأليش على النبي وتلميذه جهزي، جات المرأة الشونامية ومرت النفس وربنا أخفى عنه إنها جاية ليه، وبعدين فعرف إن الولد مات فإدى العصاية بتاعته اللي هي رمز للصليب، إدى العصاية بتاعته لجهزي تلميذه وقال له اجري حطها على الصبي، خدها جحزي وراح. طب انت عندك ايمان ولا ما عندكش ما ايمان؟ حصلش انا خدت حاجة. العصايه، فحط العصايه ما حصلش حاجه، ما قامش الولد. فده بالظبط زي انسان يرشم الصليب ومش حاسس بقوه الصليب، يرشم الصليب ومش حاسس بقوه الصليب، لان قوه الصليب هي قوه المصلوب عليه، احنا اللي اتصلب عليه وعمل والعمل الخلاصي والفداء اللي تم على عود الصليب، قوه الصليب قوه المصلوب عليه، يستمد الصليب فاعليته من قوة المصلوب عليه. لكن بنلاقي على النقيض، بنلاقي موسى النبي خد العصا بتاعته وضرب البحر، قوة إيمان، انشق البحر، يبقى بالصليب انشق البحر وعبر بنو إسرائيل، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا وماتوا. وصلت إلي وصلت إلي طبعا، ليكن يا ريت يبقى صلاتنا تبقى زي صلاة إلي اللي بيقول لك في رسالة مع ابن يعقوب، وصلى إلي صلاة ألا تمطر السماء 3 سنين و6 أشهر فلم تعطي مطرا، ثم صلى مرة أخرى فأعطت السماء مطرا. قوة صلاة، يبقى أنا في قوة، يبقى أنا أؤمن بالقوة، قوة الصليب، قوة الصلاة، دي كلها بيختبر فيها المؤمن بقوة الإيمان. طب يا قدس أبونا، في وسط الضيقة نختبر إيماننا بقى، في وسط الضيقة إزاي؟ طيب يبقى احنا كده قلنا كم نقطة؟ 4 مش كده؟ قلنا المحبة، إيمان، اختبار نختبر الإيمان الإيمان بالمحبة، بالمحبة، اختبار الإيمان بالأعمال، بالأعمال، بنقاوة القلب، بنقاوة القلب، بعد كده بقوة يختبر المؤمن الإيمان، بقوة الإيمان، قوة ما الإيمان. نبقاش عندنا شك في إيماننا، نبقى عندنا في وسط ال ما فيش حاجة اسمها مستحيل، ما نيأس. ما فيش حل، لا، في حل، في حل. فالإنسان عشان كده لا ينقاد إلى اليأس، وروح اليأس لا تترك بعد كده تترك النقطة إنسان. اللي بعد كده، في وسط الضيقة بقى إزاي بقى نختبر إيماننا؟ يبقى النقطة الخامسة اختبار الإيمان في الضيقة. طبعا الضيقة بتمر على كل واحد، مؤمن أو غير مؤمن،
بس في فرق ما بين المؤمن وغير المؤمن في استقبالهم للدين. المؤمن بيبقى عنده سلام، تيجي الدقيقة يبقى عنده سلام. الإنسان لو فقد سلامه يبقى الإيمان بتاعه ضعيف. يعني دي نقطة اختبر بيها نفسي، جات لي دقيقة ولقيتني بقى منزعزع ومتضايق ومش حاسس بسلام وخوف وفي رعب وإيه اللي ممكن يحصل، وأقعد أفكر الكلام ده كله، فده دليل إن الإيمان بتاعي ضعيف. لكن المؤمن بيستقبل الضيقة وبيبقى عنده إيمان قوي بأنها للخير وربنا يحلها، فهتلاقيه لا يتضايق ولا يضطرب ولا يشغل فكره ولا يتعب، قلبه ما يتعبش بالحزن وبالألم. إنما لما بتيجي الضيقة بيقول ثلاث حاجات الإنسان المؤمن، ثلاث حاجات بيقولهم، يعني كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، في رومية 8:28. يبقى لما تجيلي ضيقة ما تخدش وما تضايقش، كله للخير، كله للخير، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. تاني نقطة أفرح، زي ما قال معلمنا يعقوب في إصحاح 1:2، احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. يبقى أفرح مادام بتجيلي ضيقة، أفرح بيها. النقطة التالتة أكيد هتتحل، أكيد ربنا يجيب لها حل لازم. فهي بقى أؤمن بإيه؟ كل شيء مستطاع للمؤمن، اللي هي في إنجيل معلمنا مرقس وإصحاح 9:23. عشان كده الإنسان ده بيبقى عنده إيمان وبيفرح قلبه، والناس تشوف الإنسان اللي فرحان ده أم تتعزى هي. يعني تشوف إنسان مريض وشايل صليب المرض وفرحان ومتعزى، وتبص تلاقي الناس يروحوا علشان يواسوه، يعني او يقفوا جنبه، ام هو اللي يواسيهم، هو اللي يديهم التعزيه، هو اللي يديهم التعزيه. الانسان المؤمن بيحط الله ما بينه وما بين الضيقه، يبقى الله ما بينه وما بين الضيقه، تختفي الضيقه ويشوف ربنا، يبقى الضيقه ورا لكن هو بيشوف ربنا، يبقى مش شايف الضيقه، شايف ربنا اكتر. وكلنا شايفين امثله يعني معاصره، ان هم في الضيقات بيبقوا فرحانين جدا ومبسوطين، زي ما قال احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، فرحانين. فنبص لهم ازاي دول مستحملين الالم ده والضيق والعذاب ده كله والامراض الكتيره. طبعا ده انسان بيؤمن ان او بيحط ربنا ما بينه وما بين الضيقه، فبيبقى شايف ربنا والضيقه مختفيه وراه. طب يا استاذ ابونا معلش هناخد فاصل صغير ونرجع تاني نكمل وسط الضيقات وازاي نختبر ايماننا في وسط الضيقات. لما وضعت الحد للبحر اللي كان هيبتلعني ويمحي اسمي ويمحيني، لما رسمت أساسات الأرض وبصمت خطاك تمست لي وقلت لي، لما وضعت الحد للبحر اللي كان هيبتلعني ويمحي اسمي ويمحيني، لما رسمت أساسات الأرض وبصمت خطاك تمست لي وقلت لي، طوبى للي يسهر كل يوم عند أبوابك وكلامك يبقى في قلبه ويعيش بيك، يتغير وينور ويغير طرقه وكلامه ودنيته وخطط حياته تتقدس ويبقى ليك، طوبى للي يسهر كل يوم عند أبوابك وكلامك يبقى في قلبه ويعيش بيك، يتغير وينور ويغير طرقه وكلامه ودنيته وخطط حياته تتقدس ويبقى ليك.
بكم يا أعزائي المشاهدين، وكنا بنتكلم عن اختبار الإيمان، وقلنا أفكركم قلنا اختبار الإيمان بالمحبة، اختبار الإيمان بالأعمال، اختبار الإيمان بنقاوة القلب، واختبار الإيمان بقوة الإيمان، ونمرة 5 كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل اختبار الإيمان وسط الضيقات. وصلنا واتسبونا على الأمثلة بتاعتنا اللي هم وسط الضيقات زي موسى لسه ودانيال، ده لسه بكم ما قلناهاش لسه. لسه نقول أوكي حاضر عشان بس يبقى نكمل يا اتسابونا. احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت على انه الانسان المؤمن بيواجه الضيقة دي، بيقول كل الاشياء تعمل تعمل مع مع الخير الخير للذين للذين يحبون يحبون. الله. دي نقطة مهمة جدا 3 حاجات، في رومي، ثلاث عشان لما آيات. الواحد يمر بأي طب ما ضيقة نحفظهم يا اتسابونا، لازم نحفظهم يا معاك. ريت كل الاشياء تعمل مع الخير للذين يحبونه. احسبوه كل فرح يا اخواتي يعني حينما تقعون في تجارب شديدة متنوعة، متنوعة. وآخر حاجة كل شيء شيء مستطاع عند للمؤمن. للمؤمن. فكده يعني 3 آيات معزيين جدا في أي أوكي ضيقة. أوكي يبقى كل الأشياء تعمل مع الخير، يبقى اللي جاية دي ضيقة ده وراها خيري، خير ده لخيري. للذين يحبون الله. وأحسبوه كل فرح. ويبقى فرحان، يبقى مش هفقد سلامي في الضيقة. يبقى احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. متنوعة. والنقطة الثالثة كل شيء مستطاع للمؤمن. أوكي يبقى هؤمن بالمعجزة، هؤمن إن في قوة، هؤمن إن هتتحل. كل شيء مستطاع للمؤمن. يبقى الإنسان كده خد 3 نقط مشجعين جدا. يبقى كل الأشياء تعمل مع الخير، الموضوع ده للخير. حلو. النقطة التانية احسبوه كل فرح، يبقى مش هفقد فرح، هيبقى عندي فرح وعندي سلام. والنقطة التالتة هتتحل، كل شيء مستطاع للمؤمن. كل شيء مستطاع كل ده للمؤمن. قدسبونا بيقوي إيماننا، بيعمل على ده تقوية دليل الإيمان، إيماني، ده مش دليل دليل، تقوية ده الإيمان. دليل الإيمان، يعني بالظبط. دليل إن أنا بقى عندي إيمان وإيماني بقى قوي كمان. يعني إيماني بقى قوي لما أنا أواجه هذه المشاكل بهذه الـ3 الآيات المشجعين جدا والمريحين جدا، واللي بيخلي الإنسان فعلا يستقبل كل ضيقة بفرح. طبعا قلنا إن الإنسان المؤمن بيحط ربنا بينه وما بين المؤمنة، من المشكلة. بينه وبين المشكلة أوكي. أو الضيقة. فإذا هنا بتبص تلاقي هو ربنا ظاهر قدامه والضيقة مختفية ورا ربنا. فكده الإنسان ده يبقى باستمرار شايف ربنا، أوكي. شايف ربنا، فده سبب فرحه حلوة دي. وسبب هدوءه وسبب سلامه. طبعا يد الله مع القديسين في كل ضيقاتهم، في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم، زي ما قال في سفر أشعية إصحاح 63 وعدد 9. يبقى في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. زي بقى مين؟ الأمثلة بقى اللي أنت كنت بتتكلم عنهم، موسى، يوسف، دانيال، فتية الثلاثة، أيوب، داود. ما تزعزعوش في الضيقة ولا فقدوا سلامهم ولا أي حاجة، لكن قالوا كده بقى عن مرتل داود في إصحاح 124: نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. يبقى الفخ انكسر ونحن نجونا، خلاص احنا علشان بصينا عليك يا رب اتحلت المشكلة، وكنا داخلين زي الفخ كده، العصفور كده داخل في الفخ بتاعه، لا الفخ انكسر واحنا نجونا وعوننا حلو. باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. يبقى ويقول كمان نقطة مهمة جدا، يقول لربنا ما دام انت موافق على الضيقة دي انا افرح بيها، ما انت سمحت بيها، انت موافق عليها انا فرحان بيها، انا فرحان بالضيقة، ثقة في الله، فرحان بيها. وده ما يفقدش الانسان فرحه. زي مين؟ زي ابائنا الرسل. خدوهم وحبسوهم والى اخره، وهم يقول لك واما هم فذهبوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، في اعمال الرسل 5:41. المؤمن مهما بدأت الأبواب مقفولة قدامه بيشوف تملي باب مفتوح في السماء. يشوف مهما لقت الأبواب كلها مقفولة قدامه، تبدو أمامه أنها مقفولة، لا هو بيشوف في باب مفتوح في السماء. هأنذا أفتح لك بابا في السماء، زي ما بيقول في سفر الرؤيا 5:1: وبعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. في باب مفتوح في السماء. ف اختبر ايماني ان انا اشوف كل الابواب مفتوحه. يبقى انا لما ابقى شايف الابواب كلها قدامي مفتوحه،
ده اختبار للإيمان إن أنا فعلا عندي إيمان. أول ما تلاقي باب مقفول قول الباب ده اللي مش ربنا عايز نمشي فيه دلوقتي. في أبواب كتيرة مفتوحة أنا ماشي فيها، والباب المقفول ده مصيره يتفتح لما ربنا يريد، وبالطريقة دي الإنسان ده يكون حاسس بالراحة، يحس بالراحة. فكده دي النقطة اللي بالنسبة للضيقة. يبقى كده خمس نقط قلناهم: المحبة، الأعمال، نقاوة القلب، قوة الإيمان، يختبر المؤمن بقوة الإيمان، وبعدين الضيقة. الضيقة بالنسبة للإنسان وتصرفاته في خلال الضيقة دي بتعبر عن إيمانه القوي. وزي ما قلنا ثلاث نقط حلوين عايزين نطلع بهم النهاردة. أول ما تقابلني ضيقة أقول كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، احسبوا كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، كل شيء مستطاع للمؤمن. ثلاثة دول يريحوني جدا، وحط كمان عليهم حتة كمان إن أنا ونظرت في السماء وإيه وإذا باب مفتوح في السماء. طب كنا قلنا اتسابونا برضو الإنجيل والوصايا، ودي بتقوي إيماننا، ممكن تكون برضو عامل من ضمن اختبار إيماننا. الإنسان بيروح الكنيسة، الإنسان بيصلي، بيعمل وصايا ربنا، ممكن تكون اختبار لإيمان الشخص، يعني دي برضو من ضمن العوامل بتاعتنا. طبعا اختبر إيماني بقوة ببعض الوصايا، تنفيذ بعض الوصايا، لما نفذ الوصية دي يبقى ده أنا عندي إيمان، لأنها ظاهرة للناس إن إنسان ده بيروح الكنيسة، إنسان ده بيقرأ الإنجيل، بيطبق وصايا ربنا، فمتهيألي بتبقى واضحة إن هو عنده إيمان من الأعمال. ما دي برضو مرتبطة، كل حاجة مرتبطة بالأعمال فاتح على بعضه كله، الحياة كلها بتاعت الشخص. طبعا اختبر الإيمان بتاعتي ببعض الوصايا، بشوف أنا بنجح في تنفيذها أم لا. فأول وصية وصية العشور والعطاء. زي ما بيقول في سفر ملاخي إصحاح 3:10: هاتوا جميع العشور وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن لم أفتح لكم قوى السماء وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. فإذا كان الإنسان مع هذا الوعد الإلهي بالبركة وبعدين ما تفحش العشور، يبقى كده أنا ما عنديش إيمان. الإيمان بتاعي ضعيف، عندي إيمان ضعيف في وعد ربنا، وعندي إيمان ضعيف في بركة ربنا اللي هيدهاني. لكن هو ربنا هنا قال لي الوصية دي وقال لي الوعد ده، وده وعد. عشان كده احنا قلنا برضو الإيمان تصديق وعود الله. فأنا لما صدق وعد ربنا يبقى كويس، يبقى ده إيمان قوي كمان. يبقى هاتوا جميع العشور، يبقى ما كنتش بدفع العشور، يبقى ده دليل على أن إيماني بتاعي ضعيف جدا في وعد ربنا وفي بركة ربنا. برضو في وصية تانية بتقول من سألك فأعطيه، في إنجيل متى إصحاح 5:42. وفي وصية أخرى في متى 19:21: اذهب بيع كل مالك وأعطيه للفقراء. ووصية أخرى برضو في لوقا 12:33: بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة. هختبر إيماني لو قلت يا ترى هو ربنا قادر أن يعلني بما يتبقى لي بعد دفع نصيب الفقراء والمساكين. لازم الحسابات تشتغل. هل هو قادر أن يعلني من غير مكنس كنوس على الأرض؟ هل ده قوة الإيمان؟ فالإنسان تبص تلاقيه كل من سألك فأعطيه، هاتوا جميع العشور ندفع العشور، بيعوا أمتعتكم معتوا صدقة ندي صدقة، نعمل كل الحاجات دي، اسألني أديله، اذهب بيع كل مالك وأعطي الفقراء. كل دي وصايا. لو الإنسان نجح في تنفيذ هذه الوصايا يبقى إيمانه قوي، يبقى إيمانه قوي. الوصية الثانية: حفظ يوم الرب، اذكر يوم الرب لتقدسه. طب هل انا بفرح ان بيوم الرب ده بقضيه مع ربنا، ولا بفضل اشياء تانية وامور تانية وامور عالمية؟ فتبص تلاقي الانسان اللي بينفذ وصية ربنا بيبقى ايمانه قوي، ايمانه قوي. برضو النقطة الثالثة: اختبر ايماني بقوة الصلاة ومدى محبتي للصلاة. بدا محبتي للصلاة. هل في الصلاة بتاعتي بسرح عايزة تخلص، بنشغل بأمور تانية،
في الحالة دي يبقى أنا بنسى أن أنا بخاطب ربنا. يبقى في الحالة دي أنا بنسى أن أنا بخاطب ربنا، يبقى إيماني في الحالة دي ضعيف. إيماني في الحالة دي ضعيف. يبقى الوصايا قدس أبونا اختبار الإيمان بالوصايا، وصية العشور، وصية يوم الرب، حفظ يوم الرب لنقدسه، ونختبر قوة وصية قوة الصلاة أو محبتي للصلاة. كل دي وصايا جت في الكتاب المقدس فبختبر بيها إيماني. لو أنا قدرت نجحت في تنفيذها يبقى إيماني قوي، إن لم أنجح يبقى إيماني ضعيف. إيماني ضعيف. طيب إيه تاني قدس أبونا؟ رقم 7 بقى. يبقى كده احنا قلنا 6 نقط، اختبار الإيمان بالوصايا، وبعدين النقطة 7 اختبار إيماني بمدى اهتمامي بالأبدية. يعني الإنسان لما شغله الشاغل في الأبدية وفكر في الأبدية في يبقى ده إيماني قوي. إيماني قوي. فهل أنا يعني فكري متركز في العالم، في الغنى، في نجاحي، في التمتع بالحياة هنا، ولا تهمني أبديتي ومصيري في العالم الآخر؟ زي ما بيقول في إنجيل لوقا 12 وعدد 35-37، لتكن أحقاءكم ومنطقة ومصابيحكم مقادة، وأنتم تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. فإذا الإنسان اللي عنده سهر روحي بيصلي ومركز في الصلاة، يبقى ده الإيمان بتاعه عميق أو قوي، وده اختبار للإيمان. يبقى بنشوف هل عندي إيمان ولا لأ. إذا كان تركيزي في السهر الروحي بفكر في أبديتي باستمرار والأبدية قدامي، زي ما السيد المسيح باستمرار علمنا قال لنا إيه؟ مثل العذارى العشر عذارى. مثل العشر ده السهر الروحي برضو، يعني يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا بسواحنا خرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كنا جاهلات و5 الحكيمات أخذت جاهلات مصابيحهن ولم يأخذن عن زيتك، 5 ناموا و5 سهروا. فاسهروا إذن لألا تقعوا في تجربة. يبقى السهر الروحي مهم جدا، وده بيؤكد على إيمان قوي. إيمان قوي إن أنا بيبقى عندي اختبر إيماني السهر بتاع تطبيق الوصايا. زي برضو الشاب الغني راح للسيد المسيح، ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟ بيفكر في الحياه الابديه. بفكر في الحياه الابديه. ده حلو. ده شيء حلو جدا. فاوكي فالانسان يبدو كويس. نبدو يعني، بس طبعا كان عنده عائق ذهب حزين اللي هو المال، المال حبه المال. عشان كده احنا قلناها يا قدس أبونا برضو من ضمن الحاجات اللي هو اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثير. دي النقطة 7. طيب فضل لنا نقطتين. أوكي. اختبار الإيمان بقى رقم 8 اختبار الإيمان بصحة العقيدة. يبقى الإنسان هل التعليم اللي أنا بتعلمه تعليم مظبوط، ولا في أخطاء، ولا في بدع، ولا في مفاهيم خاصة بتاعتي يعني. طب دي ازاي اعرفها دي؟ مع عشان كده المعلم لما يجي يعلم حاجة فكره الخاص ما يعلمش به، لكن فكر الكتابي وفكر الأقوال الآباء اللي ماشية مع الكتاب المقدس، فكر الكنيسة، يبقى ده اللي بعلم به. أو اللي زي قال عنه معلمنا يهوذا في رسالته، الإيمان المسلم مرة للقديسين، هو إيمان متسلم واحد. متسلم، يبقى اللي استلمناه من الآباء بتوعنا، أبائنا الرسل وخلفائهم لحد ما وصلنا، الإيمان المسلم مرة للقديسين. وزي ما قال معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس برضه في الإصحاح 2 وعدد 2، الذي أودعه الرسل أناسا أمناء وكانوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. يبقى أودعه الرسل لناس أكفاء يوصلوا لناس آخرين عن طريق التعليم. يبقى ده التعليم اللي أقبله، ما قبلش أي تعليم. يعني فكر خاص احتفظ بين نفسك، لكن اللي بعلم به هو الفكر الكتابي، فكر الآباء المسلم مرة للقديسين، فكر الناس الأكفاء اللي هم يقدروا يعلموا آخرين، اللي أودعوا الآباء رسل ليهم وصلنا إحنا، فنقوم بالإيمان ده.
لكن فكر الخاص لا معلمش بيه. فدي نقطة مهمة جدا اللي هي بإيه؟ بصحة العقيدة، يبقى الإنسان اللي ماشي حسب فكر العقيدة. العقيدة. طيب يا واتسابونا نرجعهم تاني، واتسابونا مع واتساك. الإيمان العامل بالمحبة، ساترس يبقى المحبة. أكون نسيت حاجة. المحبة نختبر بها الإيمان. الإيمان العامل بالأعمال. وبالأعمال اختبار الإيمان بالأعمال. اختبار الإيمان بنقاوة القلب. بنقاوة القلب. اختبار الإيمان بقوة الإيمان. بقوة الإيمان. اختبار الإيمان بوصايا، تطبيق الوصايا. الوصايا. في حاجة نسيناها في النص. الضيقة. الضيقة وسط الضيقة. يبقى كده ستة. سبعة اللي هي اهتمامي بالأبدية. بالأبدية تقريبا. وبعدين في الأبدية. النقطة اللي بعد كده آخر حاجة. العقيدة. العقيدة. صدق العقيدة. صدق العقيدة. تمام. وآخر بقى حاجة أصابونا. I hope إن أعزائي المشاهدين يكونوا حفظوا معنا النقط اللي بنختبر بيها إيماننا. آخر حاجة بقى أصابونا. إنه أختبر بإيماني بصفات الإيمان المستقيم أو السليم. صعبة دي شوية. نشرح. يعني هل إيماني عملي؟ هل هو إيمان ثابت لا يتزعزع لا تزعزعه الظروف، يعني ظروف ما تأثرش فيه، الإيمان بتاعي ثابت، مش يجي واحد يقول لي تعليم الله تعليم ده حلو واسيب اللي أنا كنت متعلمه اللي أنا مستلمه، يعني بيجروا ورا الحاجات السهلة اللي هو الكتابي. لو الإنسان عايز يعني واحد بيقول فكره الخاص، واحد بيقول فكره الخاص، طيب هل فكره الخاص ده ماشي مع الفكر الكتابي؟ ما أصل إحنا استلمنا الإيمان، مين هيقدر يوصل للإيمان أكتر من السيد المسيح نفسه؟ طيب السيد المسيح قعد مع التلاميذ وكان معهم بيكلموا على انفراد، ما كتبش الكلام ده في الإنجيل، لأن الإنجيل ده كتب لكي تؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ورسالة الخلاص. يبقى كل الفكرة هي الإيمان بالسيد المسيح، ده الكتاب المقدس. لا كل الآيات اتكتبت، ولا كل الأقوال اللي قالها اتكتبت، ولا الأمثال كلها اللي كتبها، لأنه زي ما قال معلمنا يوحنا الحبيب، قال أنا لو كتبت الآيات والكلام اللي قاله السيد المسيح واحدة فواحدة لا أظن أن العالم يسع الكتب المكتوبة. يعني العالم ده مش هيبقى فيه كتب كتيرة جدا جدا جدا، لكن دي كتبت لكي تؤمنوا، يعني كل ده اتكتب لكي تؤمنوا. فالإيمان السيد المسيح قعد يسلمه للتلاميذ في خلال الثلاث سنين وشوية اللي قعدهم على الأرض، وكمان في 40 يوم من صعوده من قيامته لصعوده قعد يكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت السماوات، شرح لهم كل الكلام ده. كل الكلام ده ما كتبش في الكتاب المقدس. فإذا هم دول أقدر ناس على أنهم يوصلوا لنا الإيمان السليم. فإحنا كل فكرنا أن أنا أرجع للفكر الأبائي، فكر أباء الرسل اللي سلموا لنا الإيمان ده، لأن هم مستلمينه من السيد المسيح. أرجع عشان كده اللي عايز يوصل لصحة الكلام وصحة العقيدة يرجع للأباء الأوائل اللي هم القام قرن الأولانيين دول. يعني أنا شخصيا بفضل اللي هم اللي ما قبل مجمع نقيا، يعني أوكي. طبعا احنا في بعد مجمع نقيا في برضو بعض الأباء، فأشوف الكلام اللي عملوه تفسيراتهم في الكتاب المقدس كانوا بيقولوا إيه. كانوا يفسروا الكتاب المقدس. لو واحد جالي التفسير بقى مختلف عن كده أقبله؟ لا طبعا. طيب يبقى إذا هنا الإنسان ما يضعفش بقى ولا يشك ويبقى ثابت وما يتزعزعش لما أجي أسمع فكر جديد وأقول لا أنا تعلمته مش مظبوط، اللي أنا تعلمته مش صح. لا، يبقى هنا الإنسان لازم يرجع ويشوف حسب الكتاب المقدس وحسب الأباء اللي هو فكرهم ماشي مع الكتاب المقدس. يعني لو جالي فكرة ما عرفش ده جاي منين ولا حاجة أو قول أباء، أختبره برضو في الكتاب المقدس، يا ترى ده من الكتاب المقدس فكر كتابي يعني ولا إيه؟ ولا فكره الخاص؟ لو فكره الخاص لا ماليش دعوة بيه، أنا ليه دعوة بفكر كتابي. وطبعا السؤال يقصبونا للاسترشاد بالاعتراف وبال يعني دول كلهم بينوروا لنا طريقنا وبيخلونا نعرف الإيمان المستقيم، ولازم الواحد يكشف فكره عشان ما يضلش. لو في حاجة زي كده أرجع بقى، احنا قلنا الكلام ده في ما يضع في الإيمان. ما أنا فاكرة ما أنا بفكر. فنرجع نرجع للكتب بقى اللي فيها متخصصة في الموضوع ده، وارجع للمرشد بتاعي يقول لي علشان ما شكش وأضعف والظروف تزعزعني وتغيرني عن الفكر السليم بتاعي. طبعا إنسان ما بيضعفش ما بيشكش، دي صفات حلو. مملوءة سلام،
ما عندوش خوف، كل دي بختبر بيها إيمان. في حياة تسليم، في حياة طاعة، حلو. دي كل دي دليل على إيمان. إيمان حي، إيمان مثمر، في نمو وفي ازدياد. عشان كده نامين في الإيمان، يبقى دي كلها صفات كلها بتحدد مدى إيماني. كده يبقى خلصنا التسع نقط. شكرا يا أتصابونا، وربنا يعوضك. وأعزائي المشاهدين، خلصنا حلقتنا النهاردة مع اختبار الإيمان، وأتمنى تكونوا استفدتوا معنا وحفظتوا معنا النقط وإزاي تختبروا إيمانكم في وسط الضيقة. وحلقة جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم مع تثبيت الإيمان، وتصبحوا على خير.